المشروب الذي يحبه الصغير والكبير، المشروب الذي يعتبر يصنف طبيا وينصح به لكل حالات الجهاز الهضمي وللأرق وللتوتر، ألا وهو البابونج. تابعوني في هذا الفيديو كيف نحضر البابونج، وما هي فوائد البابونج، وما هي استخدامات البابونج على جميع المستويات. أحبتي في كل مكان، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. البابونج، الأقحوان، زهرة البابونج، الزهرة الجميلة ذات الرائحة العطرة التي تفوح في أي مكان تطلع فيه بريا، دائما هذه الأزهار البرية اللي تطلع وتنتشر لوحدها مع الريح، زهورها نفسها هي اللي تحمل حبوب البذور تبعتها الدقيقة جدا اللي هي كالغبار، وتلاقيها انتشرت في مواسم مع الربيع وتعطيك الرائحة الزكية الطيبة. إذا أنت قطعته من الحقول وهو أخضر بتغسله وبتغليه علشان تستفيد منه ومن أيضا النبتة كلها بما فيها الجذر تبعه، لأنه جذر النباتات العطرية الزكية له فوائد للجهاز الهضمي وللذاكرة وللجهاز اللي هو البولي والتناسلي كمدر للبول. نيجي لفوائد البابونج. احنا لما نستخدم معلقة من زهر البابونج لا نتكلم قديش فيها بروتين وقديش فيها دهون وقديش فيها أملاح معدنية، احنا بنتكلم هنا عن الفوائد الطبية اللي موجودة في البابونج، ودائما تنحصر الفوائد الطبية في شغلتين: مضادات الأكسدة والمادة العطرية اللي هي الزيت العطري اللي هو ايضا يعتبر هو مضاد الأكسدة. الكاموميل اللي هو البابونج او زهرة البابونج او الاقحوان، المادة العطرية متعددة فيها لكن اكثر تركيز موجود في الازولين، يعني الكاموميل هو نفس الموجود فيها اكثر من نوع من المادة العطرية. الان صنف البابونج على انه مضاد حيوي طبيعي، وفبالتالي لما ينعمل كمستخلصات يجب أن يوصف بوصفة طبية، لكن إن بقي في شكله الشعبي العشبي اللي احنا بنشتريه إما كأزهار أو كالشجرة بنفسها، الناس المزارعين اللي بيحصدوه وبيبيعوه وهو أخضر وبيجففوه في البيوت، عندنا الناس بتجففه وبتخزنه أو بيجينا مستورد من تركيا أو من بلاد الشام بيكون على هيئة أزهار. هذا المنتج بنحضره إما بنقعه في الماء المغلي 10 دقائق أو ربع ساعة، بنعطيه لأي واحد بيعاني من انتفاخ أو مشاكل في القولون أو سوء في الهضم أو أرق وقلة نوم. ليه؟ لأنه هو مهدئ مقوي الأعصاب ويهدئها، بمعنى بيخلي عصبك قوي وفي نفس الوقت بديك هدوء وطمأنينة وسكينة. عشان هيك بنقول الناس اللي عندها توتر، الناس اللي عندها قلق، الناس اللي عندها خوف، فهو مشروب علاجي لهم. ان انت تشرب كاسة الى كاستين، معلقة او معلقتين مع 250 ملي ماء مغلي بتنياحها. الناس اللي عندها سوء هضم، سوء الهضم بامكانك وعندك مشاكل في المعدة زي جرثومة المعدة او قرحة او انتفاخات او سوء هضم نتيجة اضطرابات المعدة اللي احنا ذكرناها، بامكانك ان انت تشرب هذا المشروب بعد تلت ساعة او 25 دقيقة من اي وجبة بتشربها بتاكل فيها، بيخفف عنك الالام باذنه وتعالى وبسرع لك عملية الهضم وبيسهل عملية الهضم وبيحل مشاكل القولون المصاحبة لسوء الهضم وللانتفاخات. البابونج قاتل للبكتيريا وللميكروبات وللطفيليات والفطريات، فبالتالي اي واحد خاصة الاطفال اللي بيعانوا من هذه المشاكل اللي دائما مصطحبة عندهم واللي تؤدي الى سوء تغذية، فهو يعتبر مفيد جدا لتسهيل عملية الهضم والاخراج وازالة النفخة وازالة الالم والتقلصات، لانه بيعمل ريليف للبين، يعني بيخلص الالم الناتج عن نتيجة التقلصات اللي بيصير في العضلات الناعمة بيرخيها. فهذه الفوائد موجودة في كثير من البذور ومن الاعشاب الطبية، يعتبر البابونج على رأسها. قلت عنه مضاد حيوي قوي جدا جدا، فأي التهابات داخلية نتيجة فطريات أو بكتيريا أو خلافه هو بيعقم الجهاز الهضمي والأمعاء كلها بجميع محتوياتها من هذه الطفيليات والبكتيريا، وبالتالي
يعتبر ان هو قاتل لكل انواع الطفيليات والفطريات، خاصة عند الاطفال، واقصد هنا بالطفيليات احادية الخلية زي الانتستاين والجارديا، بنسميها الجارديا بالذات، والانتاميبا هيستوليتيكا، كلها موجودات بيكون عند الاطفال نتيجة تلوث الغذاء وخاصة اكلهم الخضروات او عدم تغسيل ايديهم، فيعتبر هذا مفيد لهم جدا. مشروب البابونج، ننتبه انه البابونج صنف على انه يجب عدم اعطائه للاطفال اقل من 4 شهور بل اقل من 6 شهور، فبالتالي للرضع هناك تركيبات خاصة ونسبة التركيز فيه لا تصل الى 0.5 جرام في البيت جرام وزنا، فبالتالي خلطينه مع سكر الجلوكوز او الدكستروز ومع بعض انواع الغرويات علشان يكون سهل الذوبان وسهل التحضير. شركات ألمانية استفادت من هذه الخاصية وحضرته، لكن انا بحكي لكم انصح استخدامه كعشب او كزهرة. ليه؟ لانه انت تستطيع تتحكم في كمية السكر او بدون اضافة سكر. اضافة السكر تنقص المناعة للرضيع ولغير الرضيع، لذلك لا نبحث عن الطعم الحلو. الرضيع لا يميز الطعم الا بعد مرور 4 أو 5 شهور، وبالتالي بامكان كانك ان انت تغليه او توضعه في الماء المغلي، تنقعه وتصفيه. اذا كان عمر الرضيع اكثر من 6 شهور، هذا المشروب مفيد له للجهاز الهضمي، مفيد للانتفاخات، مفيد للاسهال، مفيد للامساك، يعني كل اضطرابات الجهاز الهضمي نستطيع ان نقول البابونج مفيد لها باذنه وتعالى. لكبار السن اللي عندهم ارق وقلة نوم وأحلام وكوابيس يعتبر مفيد جدا لهم، للي عنده طفيليات أيضا، للكبير والصغير، بالتالي مفيد جدا. لو ضليت أحكي عن البابونج وفوائده هي لا تعد ولا تحصى. يستطيع أنه يشربه الطالب المتوتر، يستطيع أنه يشربه العامل المنهك أو تعبان، يستطيع أن يشربه كبير السن علشان ينام بهدوء وطمأنينة. كل هذه تعتبر فوائد للبابونج. نأمل إن شاء الله الشفاء لنا ولكم من كل داء. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانشروا ما يصلكم من علم كي تكسبوا أجر علم ينتفع به، وتقبلوا تحيات الدكتور رمضان شمية مع فريق العمل المصاحب له.